بهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي. في سوريا كرة القدم تعيش فترة ازدهار، وكانت قاب قوسين من التواجد بكأس العالم الأخيرة في روسيا فتلألأت نجومها في كل سماء. عمر السومة على حبه لا يختلف أحد لا داخل البلاد ولا خارجها، فشعبيته تخطت الحدود. ولعل السومة وعلومة وأهدافه كانت الحاسمة ليعتلي صدارة زملائه بالأرقام، فنال على أكثر من نصف كمية الأصوات لوحده ليحمل راية البلاد في بقية المشوار. السلام عليكم، حابب اتشكر برنامج صدى الملاعب على الاستفتاء اللي عملوه بتصويت الجمهور لافضل لاعب في كل دوله عربيه، مشكورين يعطيكم العافيه، وحابب اشكر كل من صوت لي، وهذا الشيء يعطي دافع كبير لكل لاعب انه يجتهد ويقدم اكثر بالمباريات والتدريبات. شكرا للقائمين العاملين على البرنامج، والله يعطيكم العافية، وهذا الشيء مو غريب عليكم، دائما تشجعون اللاعبين وتعطوهم دافع كبير انه يقدمون افضل واحسن في المباريات وبالتدريبات. في الأردن عشق المستديرة أمر محتوم، فتعددت الأسماء بين نجوم قدماء وآخرون شقوا الطريق في الاستفتاء. ويزن زينها وأثلج قلوب محبيه وتصدر بفارق قليل في واحد من أكثر البلدان تنافسا وتقاربا بالأرقام. يزن الثلجي الطريق أمامه طويل، والنجومية لا تأتي من شيء قليل. فخور بحصولي على جائزة أفضل لاعب في الأردن في استفتاء صدى الملاعب لعام 2018، فخور أيضا لتمثيل زملائي اللاعبين في هذا الاستفتاء على أفضل لاعب في الوطن العربي وتمثيل بلد الأردن في هذا الاستفتاء. بتمنى من الجمهور أنه يساندني في هذا الاستفتاء، طبعا هو معتمد على تصويت الجماهير. تم اختيار 16 لاعب من 16 دولة عربية للحصول على جائزة أفضل لاعب في الوطن العربي. بتمنى من جمهور النشامة والجمهور الأردني وجمهور الوحدات خاصة وجمهور الأردني عامة أن يوقف معي في هذا الاستفتاء، وإن شاء الله يكون سنة خير على منتخبنا الوطني. غطي الشمس بفيش بينك بحق لك وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلهم إنك لبنانك. لدى لبنانيين قصة عشق مع المستديرة، ولو أن كرة السلة تحتل الحيز الأكبر، لكن نجوم كرة القدم دائما ما ينالون القسط الأكبر من المحبين، والحال في الاستفتاء لم يكن بفارق كبير. بثلث نسبة الأصوات خرج لنا معتوق أصيل، حسن معتوق المعروف بمهاراته وغزارة تمويل الأهداف وصاحب التجارب الخارجية سيحمل راية الأرز في بقية المشوار. مساء الخير للجميع، أول شيء طبعا بشكر كل الجمهور اللبناني لاختياري أفضل لاعب لعام 2018، وطبعا هيدا بشكل عبء علي أنه دايما أقدم الأفضل وحسن بحالي لأكون عند حسن ظن الجميع. طبعا وجودي بالمنافسة مع هيك لاعبين كبار هو شرف لإلي، وطبعا بتمنى التوفيق لكل لاعبين العرب، وطبعا تحية للكابتن مصطفى الآغا، ودايما أتمنى له التوفيق لإله وببرنامجه صدى الملاعب. شكرا. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. في فلسطين كل واحد منهم نجم دون استثناء، وفي سمائها سطع شهاب اتفق عليه أكثر من نصف المصوتين. سيبقى الشرف للبقية، ويبقى هو الشرف للاستفتاء باختيار شهاب القنبر ليحمل راية المعروفين بالفدائية. بشكر جمهوري الفلسطيني الغالي، وبشكر قناة الـMBC أيضا على هذا الجهد الكبير. الجميع يتمنى أن يتواجد بقائمة الأفضل، والأفضل يريد أن يحافظ على مكانته، وهذا هو الأصعب، فالمنافسة قوية على مستوى